حذرت واشنطن الحكومات في أنحاء العالم من أنها ستتعرض لعقوبات في حال عقدت صفقات مهمة مع الجيش الروسي، ونفى البيت الأبيض أن تكون إدارة ترامب متساهلة مع موسكو، مؤكدة أنه بصدد فرض عقوبات إضافية على روسيا. هذا ونقلت فرانس بريس عن مسؤولين قولهم إن واشنطن شكلت فريقا للتصدي لأي تدخل في الانتخابات التشريعية السنة الحالية.